سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه حلقة نخصصها لمناقشة عودة التوتر في العاصمة المؤقتة عدن وفشل تنفيذ اتفاق الرياض رغم انقضاء مهلته الزمنية. أفادت مصادر عسكرية بعودة التوتر بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ذلك عقب منع قوة تابعة للجيش من دخول العاصمة المؤقتة عدن. وقالت المصادر أن قوة تابعة للدفاع الساحلي ترافقها قوات سعودية حاولت دخول عدن تنفيذا لاتفاق الرياض، إلا أن قوة تابعة للمجلس الانتقالي منعتها وأجبرتها على العودة إلى محافظة أبين. وأضافت أن القوات الحكومية تجنبت الاشتباك مع مسلحي الانتقالي وعادت باتجاه منطقة شقرى الساحلية. وبحسب مصادر محلية فإن طائرات تابعة للتحالف حلقت في منطقة التوتر شرقي عدن. إذا نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل ما زال بالإمكان تنفيذ اتفاق الرياض؟ ولماذا تعجز القوات السعودية المتواجدة في عدن من تنفيذ المهام الموكلة لها بحسب الاتفاق؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل ماهر أبو المجد. انتهت مدة تنفيذ اتفاق الرياض بفتراته الأولى والثانية، بينما بقى الوضع على حاله، سيطرة للمجلس الانتقالي وإقصاء للشرعية. ما استجد في الأمس هو عودة التوتر بين القوات الحكومية ومسلح الانتقال المدعوم إماراتيا عقب منع قوة تابعة للجيش من دخول العاصمة المؤقتة. مصادر محلية قالت لقناة بلقيس إن قوة تابعة للدفاع الساحلي ترافقها قوات سعودية حاولت دخول عدن تنفيذ الاتفاق الرياض، إلا أن قوات الانتقال منعتها وأجبرتها على العودة إلى محافظة أبين. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تجنبت الاشتباك مع مسلح الانتقال وعادت باتجاه منطقة شقرى الساحلية. وبحسب مصادر محلية فإن طائرات تابعة للتحالف حلقت في منطقة التوتر شرقي عدن، وكانت قوات الانتقال قد عززت من مواقعها في نقطة العلم الواقعة شرقي العاصمة المؤقتة، كما نفذت انتشارا عسكريا في الشوارع الرئيسة بالمدينة وخاصة في خور مكسر وكريتر. ويتهم مسؤولون حكوميون المجلس الانتقالي بمحاولة التنصل من اتفاق الرياض وتثبيت الانقلاب بدعم من دولة الإمارات. الواضح أن القوات السعودية المتواجدة في عدن ليس لها من مهمة سوى الإشراف على تطبيع الوضع على الأرض لصالح الانتقال ومنع أي تحرك للقوات الشرعية من شأنه استعادة السيطرة على المدينة. في المقابل لا زالت السلطة الشرعية تجتر خيبات المراهنة على السعودية بصمت، رغم أن الأحداث المتتابعة تسير بالضد من كل الرهانات. إذن نبدأ النقاش وأرحب بضيفي. سينضم إلينا من عدن رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن الأزرق، وسينضم إلينا من الرياض الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. مرحبا بضيفي، وأبدأ مع سيد فتحي بن الأزرق. سيد فتحي مساء الخير. مساء النور لك وجميع مشاهدي قناتكم الكريم. أهلا بك سيد فتحي. يعني لو تحدثنا مبدئيا عن العاصمة بشكل عام وأيضا ما يحدث على الأطراف في المنافذ، ما الذي يجري في عدن؟ حقيقة عدن لا تزال حتى اللحظة تعيش أجواء وظروف الحرب ربما منذ سنوات، لكن الأحداث الأخيرة تؤكد أن عدن لا تزال تعيش نفس الظروف. لم يتغير شيء. اتفاق الرياض الذي لازم نعول عليه كثيرا تطبيع الحياة في عدن، لإصلاح الأوضاع، الوصول إلى التسوية السياسية. يبدو أن الاتفاق يواجه مشاكل وعثرات كبيرة وصعوبات في النهار، بالتالي فالحاجة ماسة إلى كثير من الوقوف فيما يخص الاتفاق، بنود الاتفاق وتطبيق الاتفاق حرفيا. لن يستقر الوضع في عدن ولن تصل كافة الأطراف إلى وضع طبيعي يمكن أن يهبط الدولة إلا متى ما تطبق اتفاق الرياض بشكل واضح. نعم. هناك حالة من الغموض فيما يخص عملية التطبيق. الاتفاق مر على توقع أكثر من 3 أشهر حتى اليوم، لكن للأمانة والأسف الشديد
لا شيء من مسبق او مثل من هذا الاتفاق، وبالتالي كل الاطراف تتبادل الاتهامات فيما يخص تجديد الاتفاق. لازم نعول ان تتحرك السعوديه بشكل جاد وحقيقي لتطبيق الاتفاق، تتحرك الدول بشكل طيب. بالنسبه للتوتر الاخير سيد فتحي الذي حصل في نقطه العلم، يعني ماذا بشان هذا التوتر؟ التوتر الاخير للامانه عكس حاله الفوضى الحاصله بين كل الاطراف الموقعه على الاتفاق. كيف يمكن لقوات عسكريه ان تنطلق من شطره وان تمر باكثر من 3 نقاط عسكريه تابعه للانتقالي ثم تصل الى النقطه الرابعه ويتم منعها؟ هذه العمليه او هذا الاجراء لوحده كفيل بانه الواقع للاسف الشديد متشابك ومتداخل، والاطراف نفسها منقسمه، الاطراف داخل الانتقالي منقسمه بدليل ان جزء من القوات الانتقالي سمحت للقوات بالمرور وجزء اخر منعها من المرور. الشرعيه في اضعف حالاتها للاسف الشديد ومشتته وغايبه عن المشهد. رئيس اللجنه العسكريه التابعه للشرعيه قدم استقالته. بالتالي نحن امام مشهد تضاري جدا، والسبب انه لا يوجد هناك حزم فيما يخص تطبيق الاتفاق على كلا الطرفين. فيما يتعلق بالحزم، يعني هناك سيد فتحي يعني تصريحات كثيرة فيما يتعلق باتفاق الرياض من قبل المملكة بأنها ستتعامل بحزم في مسألة تنفيذ هذا الاتفاق، وبالتالي يعني لا ما نجده اليوم لا فترة زمنية تم الالتزام بها، ولا أنه يعني تم الفصل بالكثير من الأمور العالقة حتى الآن. هذه حقيقة للأسف الشديد، لا يوجد هناك أي حزم فيما يخص تطبيق الاتفاق. وما أخشى للأمانة ما أخشى أن تتحول عملية التساهل هذه إلى عملية تمرد لم تستطيع أساسا المملكة الأحكام السيطرة عليها في حال حدوث تمرد حقيقي ونجاح أي تمرد على المملكة داخل عدن أو التحالف بشكل عام من كل الاطراف. ابقى معي سيد فتحي. اذا نجحت عمليه التمرد فسنذهب الى خارج اطار الاتفاق وسنذهب الى عمليه مرابطه طويله وتمرد ينهي اي حضور لا للدوله ولا للتحالف في عدن. نعم، إذا تكرم بالبقاء معي سيد فتحي. اعود لضيفي الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور عليك والسادة والسيدات والضيف الكريم. اهلا بك سيادة اللواء، يعني كيف تقرأ منع قوات المجلس الانتقالي مؤخرا للقوات الشرعية والقوات السعودية من دخول العاصمة المؤقتة عدن؟ كيف أرى؟ طبعا هذا شيء غير مقبول إذا هذا ما حدث واقعيا، بأن تقوم قوات المجلس الانتقالي وأن تتنصل من بنود الاتفاق، فهذا يخالف ما تم الاتفاق عليه وخاصة في الملحقة الثانية الترتيبات العسكرية. يعني أنا ما رأيته خلال اليومين الماضية وما سمعته من تقريركم ومتابعة لما يحدث في اليمن، يبدو لي أنه هنا مشكلة كبيرة فيما يخص الالتزام ببنود الاتفاق. يعني لو حضرتك، وأنا متأكد أنك شفتها والسيدة والسادة المشاهدين المهتمين بالوضع، هنالك بنود واضحة وصريحة. لماذا يحدث هذا الآن بأن يكون هنالك تهديد واضح منع قوات شرعية للدخول؟ لا، هنا المملكة العربية السعودية سوف تقوم بإجراءاتها الحازمة التي أكدت للمجتمع الدولي بأنها ستكون هي الضامن مع شقيقتها دولة الإمارات لإعادة الاستقرار في اليمن. هي أيضا سيادة اللواء يعني لوحت مرات كثيرة من قبل بأنها ستتعامل بحزم فيما يتعلق بهذا الاتفاق، لكن ما نجده اليوم يعني لا فترة زمنية تم الالتزام بها ولا تم حل الكثير من القضايا العالقة ولا يوجد أساسا موقف سعودي حازم حتى اللحظة. لا، هذه عموميات سيدي الفاضل، يعني أنا أرجو أن نكون دقيقين، لأنه الآن فعلا نحن نمر بمرحلة خطيرة ومرحلة مهمة. ما حدث بالأمس أو قبل الأمس، لا، كان هنالك توجه من قوات العسكرية السعودية برفقة قوات الشرعية، وتم التصدي لهذا النوع من عدم السماح لهذه القوات الشرعيه للدخول، وتم اعاده قوات المجلس الانتقالي الى موقعها. هذه نقطه. النقطه الثانيه العموميات، لا، نحن امام، خلينا نجي نكون واضحين، لانه الان فعلا اتفاق الرياض نحن ننتظر، لانه لدينا مهمه اكبر
مهمة أكبر الآن. بدأ الحوثي يعلن عن تهديدات وبدأ يرسل صواريخ وبدأ يعني ينتشر، فهذا أعطى فرصة إلى الحوثي إلى أن يتمدد يكون هنالك. نقطة الحوار الرئيسية، نقطة الحوار الرئيسية وهي هل تم الالتزام من كافة الأطراف؟ أنا أقول لك إلى الآن الالتزام يمشي ببطء، ولجان التنسيق لم تقم بواجبها كاملا. وأنا أعتقد أنه سمو ولي العهد في المملكة العربية السعودية، سمو نائب وزير الدفاع، سمو الشيخ محمد بن زايد، فخامة الرئيس على رأس الموقعين أو حاضرين الاتفاق لن يدعوا هذه الأمور تمر. لا نريد أن نستعد لأنه الآن المحك، لكن كان هنالك بمعنى صح فرصة أعطيت للأطراف للالتزام بالبنود. وأنا قرأت البنود كذا مرة وعلى قناتكم، أعتقد أنها واضحة وصريحة. من يخرق هذه البنود يعني بهذا يكون طيب. يعني سيادة اللواء، يعني الأطراف جميعها حضرت، الأطراف جميعها حضرت واتفقت ووقعت على فترة زمنية وعلى جميع البنود، واليوم يعني ما نجده يعني فترة أضعاف مضاعفة عن الفترة المتفق عليها، وبالتالي أنت تقول أن هناك يعني الأمور تمشي ببطء. ما هي نسبة النجاح في هذا الاتفاق حتى الآن؟ لا هو إن شاء الله نقول أنه ناجح، ولا ما أقول لك لا، هناك مشكلة تنسيقية، واضح أنه في مشكلة تنسيقية ما بين الأطراف. قد يكون هناك مشكلة تسليم سلاح، هناك مشكلة يعني إعادة تموضع، هناك مشكلة سماح بقوات، هنا مشكلة. لم يتحدث لا القائد اللي من التحالف، كان يتحدث منذ فترة اللواء أعتقد العميد العتيبي كان يتكلم ويعني يعطينا أخبار أول بأول. نحن الآن ما نسمعه، نستقيه زي ما أنتم تشتقون من الإعلام. طيب سيادة اللواء، ما حدث مؤخرا أليس يعني يعتبر محاولة أو محاولة انقلاب على هذا الاتفاق؟ لا يجب أن نذهب بعيدا بهذا الأمر، لا، نحن نقول لم يتم الالتزام لأمور تنسيقية، لأنه لا. إلى الآن يبدو أن المجلس الانتقالي تفهم الوضع وسمح للقوات للدخول والعودة إلى أماكنه التي هي محددة له. لا يجب أن نؤجج في الإعلام ونقول أن هنالك صدام، لن يكون صدام، أعتقد أن الجميع فاهم، ولكن هنالك أولويات. أنا شخصيا المجلس الانتقالي في بعض الأحيان أنا لا ألومه على بعض التصرفات التي يقوم بها نظرا لبعض الفوضى التي حاصلة من الجيش اليمني، وهي واضحة وأوضح ما فيها ما حدث، معليش اسمح لي نخرج على الموضوع، ما حدث في فرضة نهم. ما الذي يحدث في الجيش اليمني؟ هنا مشكلة، وما يؤكد أن هنا مشكلة نجد أنه في اليمن أو في الجنوب عدم الإسراع وعادة التموضع على ما هو عليه والذهاب بعيدا إلى مواجهة الخطر الرئيسي، فلا يجب أن نقلل. طيب. إذن سيادة اللواء ابقى معي، سأعود إليك. أذهب للسيد فتحي بن الأزرق. يعني سيد فتحي، إذا ما نظرنا موضوعنا نحن اليمنيين في مسألة الاتفاقات، يعني اتفاقات كثيرة يحضر كلا الأطراف ويتم التوقيع والالتزام سواء على فترة زمنية أو على محددات ونقاط معينة، وعند التنفيذ يعني نجد أن الأمر يتشعب ويذهب بعيدا كما هو حاصل في ستوكهولم أو في اتفاق الرياض مؤخرا. يعني كيف ينظر إلى هذا الأمر؟ حقيقة هذه معضلة يمنية قديمة، ربما تعود حتى إلى اتفاق العهد الاتفاق في 93. لا أدري ما هي مشكلة الأطراف السياسية اليمنية، هي توقع اتفاق ثم اتفاق يتغير ويتبدل وتتنصل الأطراف عن الاتفاق لنصل إلى أن الاتفاق الأساسي الذي وقع لم يتم منه شيء. هذه جزئية لا يمكن إنكارها، وهناك مخاوف أن اتفاق الرياض يذهب إلى نفس الجزئية التي أو المعضلة التي عانت منها كافة الاتفاقات السياسية السابقة، وبالتالي نحن لا زلنا نعمل حتى اللحظة بكرم الرعاية السعودية بهذا الاتفاق وبحزم الإدارة السعودية وإشرافها المباشر على الاتفاق. أنا شخصيا أؤمن أمل كبير أن القيادة السعودية تدرك خصوصا بعد تسلمها ملف عدن أننا خيار أمام الأطراف للوصول إلى تسوية سياسية تضمن استقرار عدن إلى تطبيق الاتفاق. الاتفاق تضمن إنصافا سياسيا عادلا بكافة القوى
وكان للأمانة هو البطل الحقيقي لإنهاء حالة التوتر أو الصراعات التي عاشتها عدن منذ 4 سنوات الماضية. بالتالي لا خيار أمام كل الأطراف السياسية المقاطعة إلا أن الاتفاق يجب أن يطبق حرفيا لكي نصل إلى مرحلة سلام دائمة وشاملة في عدن. من ذلك نحن أمام حالة صراع سياسية وعسكرية وأمنية ستتواصل اليوم وغدا. بالتالي لا خيار أمامنا إلا أن تترك الأطراف صوب التعجيل في تنفيذ الاتفاق، تنفيذ خطوات الاتفاق، التفاهم على آلية زمنية جديدة، التفاهم على إجراءات بناء في الطرح فيما يخص هذا الاتفاق، والأهم من هذا كله أن نرى حضور سعودي أقوى فيما يخص تنفيذ الاتفاق. لأنه في الأخير كل الأطراف في عرض الاتفاق وسنعود إلى نقطة الصفر فيما يخص الاقتتال بين الطرفين. عدن دفعت ثمنا ظاهرا بسبب حالة الاقتتال السابقة، وكانت في تقرير الأمان مخرج للجميع، فلذلك لا خيار إلا أننا نرى أن هذا الاتفاق يطبق بشكل صحيح. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر سيد فتحي بن الأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. وأرحب هنا بالقيادي السابق في المقاومة الجنوبية سيد عادل الحسني. سيد عادل مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد عادل، يعني لعلك تابعت واطلعت على مستجدات الأحداث في الجنوب وما يحدث أيضا في نقطة العلم مؤخرا، يعني نتساءل هنا ماذا تبقى من اتفاق الرياض؟ تحية لك أخي الكريم والسادة المشاهدين والمستمعين الكرام. بالنسبة لاتفاق الرياض يعني هو صمم لعبور مرحلة جديدة بعد أن فشلت الميليشيات الإمارات في جنوب اليمن في بسط سيطرتها على الجنوب، وظنوا أنهم من خلالها سيعيدوا هيكلتهم وترتيبهم، ولكنهم للأسف الشديد حتى هذا الاتفاق لم يلتزموا به. بالأمس يعني هذه القوة خرجت باتفاق رسمي بين القيادة السعودية ووزارة الدفاع والقيادة الموجودة في عدن، وتم التوافق على ذلك وانطلقت في كل النقاط الأمنية إلى موقع نقطة العلم، حيث تم قص الجيش سابقا، قص الإماراتي في شهر سبتمبر 2019. وهناك يعني وإمعانا وإذلالا للجيش تم إنزالهم وتم ضرب بعض المدرعات، مع أن الجيش أصلا الذي أتى على باصات مجرد من السلاح وهو أصلا ليس داخل إلى عدن، هو منطلق إلى لحق إلى طور الباحة لقتال الحوثيين. فهو مزيد من الإمعان في 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 هيمنة الإمارات على هذا المجلس، ويعني على 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 هذه طيب سيد عادل أن تفرض أمرها على 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 هذا الجيش. سيد عادل، بالنسبة للقوات السعودية ودورها في يعني تنفيذ هذا الاتفاق، يعني كيف تجد دور القوات السعودية في عدن ويعني توجه المملكة بشكل عام فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق، خصوصا أنها لوحت أكثر من مرة بأنها ستتعامل بحزم مع هذا الملف؟ هم سيتعاملوا بحزم وطيران مع الشرعية فقط، يعني طيران هم لا يرى انتقالي ولا يرى هذه الميليشيات ولا يعرف لها طريقة، هم يعرفوا الشرعية ويعرفوا الجيش الوطني كيف يقصفه، لكن هذه الميليشيات المتمردة هم من رباها، هم من يمولها، هم من يصرف عليها المرتبات، وهم من يصرف عليها الغذاء والبنزين والأطقم، كل شيء من أملاكهم، ولا يستطيع أي أحد يعني عاقل في اليمن أن يقنعني أن هذه الميليشيات يعني تتصدر رأيها من رأسها. هذا مجرد أدوات بأيديهم، يستطيعوا في أي لحظة يعني أن يوقفوهم، ولكن هذا عبارة عن مماطلة، عبارة عن تسويف، عن إضاعة وقت لمزيدا من تنفيذ الأجندات والمشاريع داخل اليمن. وهذا الوضع الذي حصل في عدن أمس أو في نقطة العلم هو امتداد لكثير من الأحداث التي حصلت سابقا في شبوة أو في سقطرى. نعم، كما تابعتم. إذن ابقى معي سيد عادل، أعود للخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان. سيادة اللواء، لعلك استمعت لحديث ضيفنا القيادي في المقاومة الجنوبية السيد عادل الحسني، وأيضا الكثير يعني يتحدث بأن يعني الكثير يقول بأن القوات السعودية أصبح مهمتها هو تطبيع الوضع لصالح سيطرة الانتقالي، بعكس الكلام والحديث الكثير فيما يتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق.
لا يعني انا اختلف مع سعادتك في الموضوع ده ولا اتفق فيه، ولكن لا هو ليس كلامي، ولكن هناك ايضا يعني هذا الحديث يدور كثير في الشارع اليمني ومن كثير من المحللين، وضيفي ايضا يتحدث بنفس هذا الكلام. يعني ضيفك انا استغرب جالس في اسطنبول وقيادي يمني في المقاومه، ما تجي بالعقل. انا اتكلم معك مما ارى ومما المسه، ولي يعني تواصل في هذا الموقف، لانه الموقف هذا بحد ذاته يعكس أمر مهم جدا سيدي الفاضل، يعكس مدى ضمانة المملكة العربية السعودية والإمارات لإعادة الشرعية. فأي خرق لهذا الاتفاق لن يعود على اليمن فقط، لا وإنما لنرجع للنقطة الرئيسية. حدثنا بأن الاتفاق هنالك بنود، ومن خلال متابعتي إلى الموضوع هنالك بطء شديد وهنالك عدم تفهم إلى أن تعود القوات إلى ما كانت عليه. ما حدث ليلة أمس أو قبل أمس تم التعامل معه بحزم، وفعلا تجاوبت القوات السعودية، وأعتقد أن هذا يسكت الجميع بأن المملكة فعلا عندما أرادت فعلت، وليس عندما تحدث. هنا مشكلة، طبعا عندنا مشكلة في جنوب اليمن لا أحد ينكرها، ولكن يجب حلها بما ورد في الاتفاق. فما أكثر ما أستطيع أن أقوله لك، لا اختلف مع سعادتك في انه المملكه لم تلتزم، اختلف مع الضيف الكريم بانه المملكه تدعم هذه الجهات لمصالح شخصيه. المملكه والامارات اكبر من انها تنظر الى اليمن كمطمع، اليمن دوله شقيقه عربيه جاره. طيب سيادة اللواء، يعني كل يعني الحديث يسير في جانب، وكل الدلائل والوقائع على الأرض تسير في جانب آخر، يعني ما هي الجراءة التي يمتلكها المجلس الانتقالي كي يعمل على عرقلة تنفيذ هذا الاتفاق، أو يعني التنصل عن تنفيذ الكثير من البنود، خصوصا أن المجلس الانتقالي أو الشرعية يعني هم بالأخير السعودية يعني تعرف كيف تتعامل معهم وكيف تنهي الكثير من الأمور، يعني لماذا أو من أين أتى بهذه الجراءة والقوة كي يعني يواجه بالتنصل؟ أولا ليس ما ذكرت حضرتك فيما يخص أن هنا جرأة على فخامة الرئيس. المسؤولين في المجلس الانتقالي ذكروا دائما وابدا بأن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي، وهنالك خلاف مع الحكومة. نفهم الشق الذي حاصل في الصف الحكومي اليمني، واضح من يدعم هذا الشق سواء من كان وزير النقل أو وزير الداخلية ومن يدعمهم خارجية. وأنا أقول لك ما حدث يوم أمس كان مؤشر واضح على أن هنالك فعلا مشكلة، وأتفق معك أن هنالك مشكلة، ولكن أختلف معكم بأنه لم تقوم القوات السعودية أو قوات التحالف بحل هذه المشكلة بمفهوم القوة. ما يحدث الآن في تنفيق في القيام بتنفيذ الاتفاق هذا بطء، وانا معك 100%. هو بعيدا عن القوى العسكريه، بعيدا عن القوى العسكريه، لكن سياسيا سياده اللواء، سياده اللواء سياسيا يعني الا تستطيع المملكه حسم هذا الامر؟ يعني خصوصا بانه يعني مرت فتره مضاعفه باضعاف عن الفتره الزمنيه التي يعني كان قد تم الاتفاق عليها، يعني هنا ايضا يضع الامر الكثير من الشكوك، يعني هل عجزت السعوديه عن حسم الامر واستدعاء الطرفين والنظر في هذه القضيه وحسمها تماما؟ ليس صحيح يا استاذ، كيف لم تستطع المملكه؟ بل طيب. العكس، هذا هو نحن ننظر الى الفتره الزمنيه هنا يا سيدي الفاضل. الفتره الزمنيه باتفاق البنود نتفق جميعا ان لم تكن على حسب ما جدول له، ولكن هنا اتفاق المشكله، المشكله قد يكون التاخير فيه من مصلحه الجميع، قد يكون هنالك لايجاد القوات، يعني لم يتحدث لنا شخص مسؤول لماذا هذا التاخير، ولكن نقرا أن هنالك صعوبة في تنفيذ الاتفاق. لا يجب أن نتهم المملكة وهي من أحضر جميع الأطراف ووقع الاتفاق في حضور شخصيات بارزة قيادية في دول التحالف واليمن. هذه لا أتفق معك فيها. الحلول بالعصا ليست هي حل يا سيدي الفاضل. هنا مشكلة في اليمن، موجودة مشكلة في الجنوب. وأنا أعتقد بإيقاف القتال وعودة القوات ودخول الشرعية وعودة الحكومة، هذه إنجازات بحد ذاتها كبيرة، ولكن يعني هنالك من يحاول ان ينظر او يصطاد في الماء العكر ببعض المناوشات، وهي تحدث وحدثت اكبر منها، ولكن اعتقد يجب ان نكون واقعيين في طرحنا. اذا وضحت الصوره، وضحت الصوره. اشكرك جزيل الشكر الخبير الاستراتيجي اللواء محمد القبيبان، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. اعود لضيفي القيادي في المقاومه الجنوبيه السيد عادل الحسني،
إذا سيد عادل، يعني هل لدى الشرعية القدرة على العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ يعني هل سيسمح لها بذلك وهل سيتم هذا الأمر خصوصا يعني خلال الفترة القريبة القادمة؟ أولا يا أخي الكريم، أنا ردا على ضيفك الكريم اللواء القضيبي هذا، أنا شهادتي لا أستلمها من سعودي ولا من إماراتي، أنا كنت في اليمن واعتقلت وخرجت من اليمن، طيب لا يقبل شهادتي ولست يعني متشرف بشهادتها، فليقبل شهادة بن عدي ومحافظ شبوة الذي تهم هذه الميليشيات أنهم أن الإمارات من يدعمها، فليقبل شهادة محافظ سقطرة، فليقبل القيادات الأمنية المتواجدة على الميدان، ثم يتحدث هو عن المشكلة. يا أخي هذه المشكلة من صنعها؟ يا أخي نتحدث بصوت العقل، دعونا من المناكفات، هذه الميليشيات من الذي صنعها؟ من الذي مولها؟ من الذي جهزها؟ من الذي يعطيها المرتبات؟ نعم. كيف تصنع المشكلة يا أخي ثم تبحث عن حلها؟ هؤلاء هم من يقوض وجود الشرعية في عدن، هم من يمنع وجود الدولة، هم يريدوا دولة مدجنة متمثلة في معين عبد الملك وغيره، لا يريدوا الجيش أن يعود إلى عدن، لا يريدوا هيئة الدولة، لا يريدوا مؤسسات الدولة حتى يستمروا في هيمنتهم وسيطرتهم على المنافذ وعلى الموانئ وعلى الجزر التي ينكر ضيفك أن لهم مصالح فيها، فلماذا ذهبوا إلى المهرة إذن؟ لا يوجد حوثي في المهرة، لماذا ذهبوا إلى سقطرة؟ على من يضحكون يا أخي؟ على من يضحكون؟ نحن نعم. يعني تجاوزنا سن الرشد، هذه المسرحيات على غيرنا يمشوها. نعم، إذا وضحت الصورة. بما يتعلق بسؤالي هنا، كنت قد سألتك هل لدى الشرعية القدرة على العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، يعني وهل سيسمح لها بذلك؟ أخي الكريم، أنا من خلال تواصلي مع القيادات العسكرية يا أخي الناس تحاول قدر المستطاع أن تجنب الناس نزيف الدم، هؤلاء الشباب الذين في المجلس الانتقالي في الأخير هم أدوات، هم في الأخير يمنيين، السعودي الإماراتي لا يقاتلك من جنس السعودي الإماراتي، هو يقاتلك بأبناء عمومتك، فهم حريصين كل الحرص على عدم سفك الدماء، على الحلول السلمية، ولكن في الأخير إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلى ركوبه، في الأخير الناس ستدخل وستنتزع دولتها وستفرض هيبتها، وهذه أرضنا وبلادنا ونحن أحرار فيها. نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر القيادي السابق في المقاومة الجنوبية السيد عادل الحسني، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث، أشكر جميع ضيوفي، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.